بتتكلمش في السياسة احمد، القناة ما بتتكلمش في السياسة احمد، احنا حد ودينا في داهية ليه؟ الناس يعني مش خالص في السياسة. كلمني في فن، كلمني في رياضة، كلمني في علاقات اجتماعية، لكن السياسة ما ماليش فيها خالص. ليه يعني السياسة بتحب يا جماعة دي دردشة بس على الطريق تعبانها؟ ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل في السياسة يعني؟ عادي السياسة نجاسة حاجة صعبة فعلا، وليها ناس زي ما بيقولوا ولازم يبقى مبدأك وحياتك كلها مبدأ يا باشا. السياسة ليها ناسها زي ما انت قلت، بس المشكلة في حاجة واحدة بس، ان السياسة كلها كدب، محدش عارف حاجة، محدش عارف الحقيقة فين. سمعت هما بجد السنين برضه وغير في المعيشة كل رقم بيجري وراك يعيشوا، مش فاضي بقى يبص البلد راح فين وهي منين، أهم حاجة بس أروح للعيال معايا أكل بس يعني. هو ده المهم يعني. نفسها يعني. بقولك بقى في الموضوع بتاع السد بتاع أثيوبيا ده. انا عارف وعارف الحل ايه، وكل الناس عارفه الحل وجميع الاطراف عارفه الحل. انا رايي ان اثيوبيا بتضغط على مصر هي واسرائيل عشان توصل لها ميه لاسرائيل، بس هي دي القصه كلها. في معلومه سمعتها ما اعرفش صح ولا لا، ان شركات سويرس هي اللي برضه بانيه لها دراع في السد. طب ما هو فعلا في صوره بينه وبين سيد احمد دوت و... اه متصورين مع بعض وبتاع وزي الفل. هو بيبني السد وعارف ان مفيش ميه تنزل لمصر، ولا مش فارقه معاه؟ مش فارقة معايا حاجة خالص، المهم البيزنس، البيزنس أهم حاجة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. بالظبط كده. أنت إيه رأيك بقى في الموضوع؟ أنا قلت لك إن الموضوع كله مهنان إن إسرائيل وأثيوبيا متفقين مع بعض إن هم هيضغطوا على مصر عشان مصر توصل من تحت قناة السويس توصل مية لأثيوبيا. برضه المعلومة دي برضه معلش مش متأكد منها، حتة إن إحنا لينا مية طبعا. لا هو بالفعل موجود، بس احنا هدفنا التنميه في سيناء، لكن الموضوع بقى والقصه الحقيقيه بقى اللي اسرائيل اساسا بنت سد عندها، يعني مش الحجم اللي هي تبني، هي عايزه ميه النيل. فانت بتقفل عليك الحنفيه من عند اثيوبيا، يلا توصل لي الميه. ما انت عامل ايه؟ بتعمل لها قناه عادي ليها، عندها امكانيات ان هي تعمل قناه. قناه ازاي؟ قناه ملاحيه اسرائيل؟ اه. طب ما هو ده شغل عادي جدا، انت بس وصل، انت عامل اوريدي عامل قناه تحت قناه السويس مع كام نفع عامله، وعامل عشان هدفه انك توصل الميه لسيناء. تمام. اسرائيل بقى متفقه مع اثيوبيا على سد النهضه ان هي تضغط على مصر تستغل القناه اللي هي عاملاها تحت وحفرها تحت قناه السويس توصل لها انابيب ميه ليها. هي دي وسيله الضغط اللي اسرائيل بتلعبها مع اثيوبيا. مصر طبعا رافضه الكلام ده. يعني الكلام ده فعلا اتقال بالفعل؟ الكلام ده بيتقال سيب ولا سيب يعني؟ اه بيتقال، الكلام ده بيتقال فعلا، ده حقيقي. بس انت بقى مصر رافضه؟ رافضه الكلام ده، وعشان كده بيحصل الحوار ده. تمام؟ لكن اثيوبيا قلبا وقالبا مع اسرائيل. طبعا اسرائيل اساسا معرضه لها حسب ما بيقولوا، طبعا في السوشيال ميديا كلام كتير جدا ما اعرفش الحقيقه فين والغلط فين، بيقولوا ان هي عامله نظام دفاع جوي قرب السد، فما تقدرش اي طيارات تطلع تخترق الحاجز الجوي ده. هو عامل كده اصلا مقرها نفسها اساسا ازاي تضرب السد العالي ده. بالظبط كده، ما هي برضه وسيله حمايه ليها ان هي تلحق تبلى بسرعه، لان لو مليت انت هيبقى الخطر بالنسبه لك اشد طبعا في انهيار السد. لكن انت عندك مراحل المفروض السد، الخلاف كله ان مصر عايزه السد يتبني في 7 سنين 8 سنين تمام يتملي ميه، لكن اثيوبيا عايزه تملاه في 3 سنين، وده غلط. يعني انت المفروض هيتملي مثلا بمليار مكعب متر مكعب تمام على 7 سنين تمام. لا اثيوبيا عايزه تعمل المليار ده كله على 3 سنين بس. طب الفرق ماشي في 3 سنين و7 سنين احنا كده كده فرق كبير. ما انت حصتك السنويه هتبقى مقطوعه اكتر، يعني انت لو 7 زي قسط انت جبت حاجه ب 1000 جنيه قسط. انا معاك. طب بعد 7 سنين ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل ايه؟ يعني بعد 7 سنين خلاص مش مشكله السد بقى لا عادي مفيش مشكله. انت بتحجز ميه كتير بكميه كبيره جدا، فبتحجز الميه دي عن مصر. لكن لو انت 7 سنين بقى هيكملي خلاص اوكي مفيش مشكله، الحصه تاخدها مصر عادي ويحجز الباقي. نفس حصتك يعني؟ نفس حصتك، بس هي القصه كلها ان هو انت هتقعد كام سنه محجوز منك الميه ما بيجيلكش الا 22 مليار متر مكعب، والمفروض يجيلك 55. فانت ما يتحجز منك بقى ال 30 دول كتير قوي طبعا على 3 سنين كتير قوي. بس هي دي بس. انا شايف بقى ان كل الاطراف عارفه الحكايه دي وعارفه ان اسرائيل بتضغط، انت بتحاول سياسيا انك تمنع الكلام ده كله وانك تنفذ اللي انت عايزه، وال 3 سنين دولت ما يبقوش 3 يبقوا 7 زي ما انت عايز. بس في الحلول الثانيه المقترحه غير النقطتين؟ مفيش اي حلول، هي حاجه من الاثنين، يعني يتعمل على 7 سنين ويبقى
اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي ان هو ممكن تسيب ولا سيب اسرائيل. اه يعني انت عايز الميه، اه حتى انت لو وصلت الميه لاسرائيل برضو وحصل الكلام اللي هم عايزينه هتبقى انت تحت رحمتهم برضو، يكونوا الميه ما يفهمش الميه. هي دي برضو القصه، انك تحت الحنفيه معاهم فوق، المحبس معاهم فوق. لكن ارجع واقول احنا اتاخرنا كتير قوي، فانت مفيش قدامك غير انك تخنق اثيوبيا سياسيا، وبعد ما تخنقها سياسيا تاخد الاجراء بقى اللي احنا كلنا مشتاقين ليه، عشان حتى اثيوبيا قلت ادابها كتير قوي. بس مصر دي اخر حق اخر خير ليها يتحرك بصراحه. انا شايف مش هيبقى في حرب، انا شايف مش هيبقى في حرب. يعني حتى لو انت قررت انك تخلي السد ده يتهد، ما تبقاش حركه مكشوفه وبطيران، انت ممكن تعمل عمليات تخريبيه تخرب بيه السد خلاص خلص يعني حد. لكن تضرب بطيارات سد الدفاع الجوي اللي حطها اسرائيل صعبه جدا. وبعدين انت برضو انت العالم كله هيبقى انت برضو انت دخلت حرب ليه؟ طب ما تخش بقى مع الناس مش عارفينه ان انت ما دخلت سياسيا وقدمت لمجلس الامن، مجلس الامن هيعمل ايه؟ هيحولها لمحكمه العدل الدوليه، ودخلت محكمه العدل الدوليه شكرا. هيبقى امر واقع تكون هي مالت على الاقل سنه ولا سنتين من بس كسبت وقت بالظبط. فانت كده في مزق كبير جدا، لكن طبعا عندنا ثقه في القياده السياسيه ان شاء الله تحل الموضوع ده بصراحه مصر طبعا. انا نسيت اعرفك يا جماعه، بس ده حبيبي وصديقي واخويا محمد عشرين سنه، فقلت نشارك كده رحله كده يعني، فربنا يعزك.